حقق سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، حقق المركز الثامن في بطولة الرجل الحديدي التي أقيمت في مدينة بورت إليزابيث بجنوب أفريقيا بمشاركة حوالي 1200 متسابق في إنجاز جديد يضاف إلى مملكة البحرين في هذه البطولة العالمية. وسجل سمو مجموعا زمنيا قدره 10 ساعات و21 دقيقة في سباق السباحة والدراجات والجري. وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة عن ارتياحه البالغ للمشاركة البحرينية الإيجابية في بطولة الرجل الحديدي، مؤكدا سمو أن الأهداف المرسومة وراء هذه المشاركة تحققت بفضل الحماس والروح العالية التي تحلى بها أفراد الفريق حتى نهاية البطولة، مشيرا سمو إلى أن هذه المشاركة تعد تجربة إيجابية تضاف إلى سلسلة التجارب الخارجية السابقة والتي ترفع من المستوى الفني للاعبين وتضيف المزيد من الخبرات المطلوبة. وأكد سمو أن الفريق البحريني سجل حضورا مشرفا في البطولة وسط الكم الهائل من المشاركين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم، معتبرا سمو أن الهدف الأسمى من كل مشاركة خارجية ذات مستوى عال هو ترك البصمة البحرينية لتؤكد المكانة التي تمتلكها المملكة في هذه المحافل العالمية في ظل ما تكتسبه البحرين من سمعة عالية على صعيد رياضة الترايثلون وجميع الرياضات الأخرى التي تحظى بدعم ورعاية متواصلة من حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى والحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والنظرة الثاقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. وأشاد سمو بفوز الفريق البحريني للتحمل 13 عبر المحترف بين هوفمان عضو الفريق بالمركز الأول، مسجلا انتصارا جديدا لمملكة البحرين في هذه المشاركة. اليوم يكفي بس تشوف فوق 100 ألف مشاهد ويعني من الحضور يصرخون باسم البحرين، يصرخون باسمي، يشجعون الفريق البحرين اللي اشتهر واللي اليوم فزنا هالبطولة هذه عن طريق بن هوفمان اللي يمثل البحرين، هو من أمريكي الجنسية. فمفخرة كبيرة أنك أنت تشوف مملكة البحرين اسمها لماع في هذه اللعبة وتسيدنا هذه اللعبة من أول سنة، قبضنا اللجام من هذه اللعبة، سبقنا كل السباقات الرئيسية ومنها بطولة العالم، واليوم سبقناها هذه في نتكلم عن المحترفين. أما بس بالنسبة لنا إحنا يكفي بس تشوف الناس شلون يصوتون لنا، شلون يشجعوننا، شلون محبين للبحرين.